بعد 4 أيام توقف عن العمل في مستشفى المعمداني، اليوم نعود إلى مستشفى المعمداني لفتح استقبال والطوارئ مؤقتا تحت الخطر وتحت النار، لنكون هنا يعني اليد الحانية والرعاية الأولية لشمال غزة، لأنه يوجد الخطر قائم ولا زالت المنطقة يعني تحت النار وتحت القصف ولا زالت الإصابات مستمرة. وهذه مستشفى المعمداني هي مستشفى يعني المستشفى الوحيدة اللي بتشتغل في قطاع غزة، في وسط قطاع غزة. بنفعش احنا زينا مكسحين ومعاقين نروح من مكان لمكان بعيد. مستشفى الضرر شغال، ما فيش يعني انا رحت ليش انا اجيب. طب هذه مش القزحة؟ عفوا كان كلمة بس قول لي واحد منزول